嗯。<Thank you. S 2> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. النقد هو جزء من حياتنا ولا سيما عندما. نجلس لنتبادل اطراف الحديث في مواضيع عديده منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي في الصباح او في المساء مع القهوه او بدونها مع الارجيله هالايام طبعا هذا الامر هو رافق البشريه عموما بمعنى لا تجد عصرا من العصور الا وفيه الكثير من الحديث حول الأحداث، حول القضايا، الكلمات التي تصدر مواقف، العلاقات الاجتماعية، ما يحصل في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان، هناك حالة من التفسير الدائم، هناك حالة من الغوص إلى الموراء، إلى الغيب. طبعاً على الهامش، الإنسان هو مفطور على أن يبحث عما هو وراء. عن الغيب افقه دائما مفتوح على ان يستكشف ان يغوص لا يكتفي عاده بسطح الامور نحن اليوم نعيش نوع من فوره في النقد وهذا ما نريد ان ننطلق منه اليوم في الاعلام والاعلام اليوم ليس دوره فقط ان ينقل الحدث يعني اخباري وانما الاعلام دوره ان يصنع الحدث ولذلك قد يوجه نقدا بيركز على كلمة لشخص يركز على موقف لشخص يحاول أن يقدم شخص بطريقة نقدية ما يوحي بها بأنه بحسب ما يريد أن يسوق له وسائل التواصل الاجتماعي أيضا كذلك هي واحدة من الأمور اليوم كلنا نعيش في الصباح والمساء وعلى مدار الساعة نحن ننتقد ننتقد أوضاعنا الاقتصادية أوضاعنا السياسية ما يحصل في بيئتنا الداخلية أفكارنا التي ربما نجدها نتوارثها فلان حكي كلمة من انتقدو وفلان عمل موقف من انتقدو وفلان صرح تصريح من انتقدو طبعا اليوم بالإعلام بوسائل التواصل الاجتماعي النقد اصبح طريقته اصبحت متنوعه الوسائل والادوات احيانا صوره معينه هي تكفي ليكون هناك موضوع نقدي يعني بعض الامثله واحد بده يحكي عن يمكن نظافه بيئتنا او انه الناس بتمشي بعكس السير او انه مثلا هناك تعديات على المصالح العامه صوره واحده تكفي لكي يوجه فيها النقد الى مجموعه معينه من الناس شخص معين ايا كان الاعلام له دور في هذه الايام وسائل التواصل الاجتماعي ايضا اصبحت مفتوحه كل واحد اليوم وهو يحمل بيده جهازه المحمول قادر على ان يوجه نقدا الى اعلى شخصيه في العالم رئيس جمهوريه او رئيس اكبر دوله في العالم يصرح تصريح معين يغرد تغريده ما استطيع انا انسان العادي ان اجلس وانا متكئ على سريري او على اريكتي وانتقد وهذا امر لم يكن في السابق اصبح الانسان قادر على ان يتواصل مع كل العالم مهما كان مستواه ومهما كان ايضا مستوى الاخرين على مساحه العالم اليوم المساله مفتوحه ايضا بجلسات الصباح والمساء بعد موجودة الآن بالمقاهي بالجلسات العائلية ننتقد كثيرا من الأحيان فلان عمل هيك وفلان عملت هيك فلان اشترى هيك وفلان اشترت هيك فلان نزل على السوق بزمن الناس لا تجد رغيف خبز هناك إنسان يشتري ما لذ وطاب لأنه بيقبض بالعملة الصعبة وفلان بيقبض بالليرة اللبنانية مثلا بالعملة المحلية ننتقد ايضا كذلك في عنا نقد للعلماء عموما وهذا امر عشناه في تاريخنا القريب وتاريخنا البعيد. واليوم هذا الامر على يعني على كما يقال على نار حاميه. وسائل الاعلام تجد نقدا للعلماء خصوصا رجال الدين بوسائل التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج. ايضا بجلساتنا كذلك افكار علماء، نظريات، فتاوى، عقائد نحن نقوم بعملية نقد والله في كيف فلان بيقول هيك؟ كيف المرجع الفلاني يفتي بهكذا؟ وهذا دين جديد ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. وهذا الامر نعيشه. طبعا بالمبدا نحن عجولين لاننا يعني نسارع الى ان ندلي بدلونا، نسارع الى ان نحكم على الاحداث، على الاقوال، على السلوك، على الاشخاص لأن الإنسان عجول بطبعه بحاجة إلى أن يتفكر حتى يصبح أقل عجلة حيظل عجول الإنسان لكن يصبح أقل عجلة وهذا اللي حنحاول اليوم أن نقف عنده في مجموعة من الخطوات أكيد الموضوع كتير كبير ومتشعب لكن نحن بس عم نحاول أن نثير بعض الأفكار حتى نتفكر فيها نتأمل فيها لعلها تغير شيئا ما من طريقة مقاربتنا للقضايا راح نبلش بموضوع أساسي أو بنقطة نقطة بداية إذا صح التعبير وهي تمثل الخطوة الأولى قبل أن أقوم بعملية نقد لأي شيء أن أدرس فعليا دوافعي ما هي نيتي للنقد ما هي لأي شيء أنتقد يمكن أحيانا أنا أنتقد لربما تشفي أنا حانق على ربما مجتمعي أنا أعيش الغضب وأريد أن أنفس عن غضبي تجاه ربما الوضع الراهن سياسي أو اجتماعي أو أنا لدي عقدة من بعض رجال الدين سألتهم سؤال يوم من الأيام وزعبني جيت لعنده وعندي لهفان متلهف لأسمع الجواب لكي أطبق حكم الله عز وجل وصاحبنا ما كان فاضي اذكر يوم من الايام واحد راسلني سؤال ورا سؤال ورا سؤال ورا سؤال قال انا يعني عم بسألك الان في يوم من الايام انا واحد ما سالته سؤال بسيط ما كان يجاوبني واحيانا قد يصل الانسان الى ان ينحرف كليا عن الدين لاجل موقف واحد من هذا النوع نحدد دوافعنا بدقه أنا فعلا وأكون صادق مع نفسي هنا لأن هذه النية إذا لم تحدد بدقة ستؤثر على كل الخطوات التالية أنا عندئذ ماذا أرى وماذا سأرى وكيف سأفسر وبعد ذلك كيف سأعبر كل ذلك سيتأثر بالنية بالدوافع والله سبحانه وتعالى هو الرقيب بالنهاية ما حدا مطلع على نوايانا وما في داخلنا سوى الله عز وجل لما بروح انا بشوف دوافعي يمكن يكون تشفي مثل ما قلنا يمكن يكون احيانا اثبات الذات كثير من الاحيان نحن ننتقد لاننا نريد ان نثبت بشكل غير مباشر اننا كاملون دائما بنحكي عن نقائص الاخرين لك فلان كيف بيعمل لك فلان كيف بيتحدث انظر فلان كيف يدير علاقاته الاجتماعيه كيف بيصرف وهكذا لماذا؟ لكي نشيح بأنفسنا عن أن تنظر إلى المرآة ما بتعود تنظر إلى المرآة شوف حال الإنسان وهذا واحد من الوسائل علم النفس بيحكي فيها بيقولوا بمارس إسقاطات يعني الشيء اللي بداخلك بتسقطه على المجتمع بتحاول تسلط الضوء دائما على شو؟ على القضايا التي تهرب من الاعتراف بها لذاتك وبالتالي هم بحاجة الإنسان إلى أن يجلس مع نفسه حتى يصلح نفسه من الداخل، يصدق مع نفسه، يمكن يكون فعليا مرادك الاصلاح، مهم جدا ان تكون لدينا نيه الاصلاح، ممكن احيانا لا عم ننتقد لاجل العصبيه، ننتقد الاخرين لاجل اننا نتعصب لفئه معينه، او انتقد مرجع فلاني لانه انا متعصب لمرجع اخر وهكذا، مذهب اخر، طائفه اخرى، وهذا بيصير كثير من النقد اليوم يتم على قاعده التعصب عدو في عداوه بيني وفلان، فلان لا احبه، لا اطيقه، بكرهه، فدا انا دائما اسلط الضوء عليه. يمكن حسد كذلك ينتقد الانسان لاجل الحسد، الدوافع كثيره، المهم الخطوه الاولى هي ان انظر انا لماذا انتقد؟ انا ساقوم بعمليات تسليط الضوء على سلبيات معينه، هلا النقد طبعا ايجابي وسلبي على هامش نقد ايجابي وسلبي، انا ما حاحكي عن الجانب الايجابي. حنحكي عن الجانب السلبي لانه هو الذي يمثل ظاهرة اليوم كلنا عم نوع فيها بطريقة وبأخرى عم تنزلق أقدامنا وتزل أقدامنا أمام ذلك الخطوة الثانية أن أحدد بالضبط ما هي المشكلة يعني أنا بدي انتقد ما الذي لا يعجبني بالضبط شو اللي مش عاجبني الفكرة التي قالها فلان الكلمة التي نطق بها فلان مش عاجبتني السلوك الذي قام به فلان أو ربما فلان كله مش عاجبني شو ما يقول فلان مش منيح لما بيكون عندي مشكلة مع الفكرة إذا الفكرة انتقدها بقول فلان لديه فكرة تقول كذا وكذا وكذا وأنا ما عجبتني هاي الفكرة تمام عبرت عن إحساسك عبرت عن إعجابك أو عدم إعجابك تمام لكن فلان قد يكون احيانا ما عجبتني فكره فلان، لكن انا في داخل نفسي لدي مشكله مع فلان كليا. يوم من الايام احد الاشخاص كان لديه مشكله مع سماحه السيد رضوان الله عليه، في نوع من صار نوع من الشرخ والشق. طبعا كلاهما يعني السيد رحمه الله عليه وهذا الشخص كانوا بالنجف زملاء وكانوا رفقاء درب. يوم من الايام يعني كانه صنع ما صنع بمعزل عن الاسباب في يوم من الايام صديق ثالث مشترك جاء وقال اريد ان اصلح بينك وبينك وبين فلان قال لسماحه السيد رضوان الله عليه سماحه السيد قال له هاي ورقه بيضاء وهذا التوقيع عليها توكل على الله شو ما يتطلب الامر انا موافق ليس لدي اي شرط يقول ذهب ذلك الشخص الى الشخص الاخر ورجع الى سماحه السيد قال له مشكلته معك اصل وجودك وبالتالي نحن احيانا قد يكون لدينا مشاكل من هذا النوع في العلاقات العائليه الاسريه يمكن فعليا بعض الناس نحن اصلا ما طيئين كليه لما انا بنتقده بكلمه اصلا انا لو قال لي الكلمه ثانيه منيحه انا ما حتعجبني اصلا لانه هو كله على بعضه مش عاجبني لا اهضمه كما نقول نحن وهي بالعلاقات العائليه موجوده بالعلاقات السياسيه موجوده بالعلاقات الاجتماعيه كذلك الاوسع من الدائره العائليه الاسريه بالعلاقات الدينيه موجوده بشر بشر قد يبغض انسانا ما طيب انا هون اذا ربطت الخطوه الاولى بالخطوه الثانيه شو بيصير عندي اذا انا يجب هنا ان اطهر نيتي لاحدد واكون صادق مع نفسي اذا كان فعلا لدي مشكله مع فلان اصل وجوده مهما صدر عنه اذا ما حيعجبني فاذا انا سانتقد بلا موضوعيه سانتقد بنوع من البغض الذاتي وهذا حيدفعني لانزلق لا حتى وازل في الخطوات التاليه وبالتالي انا يجب علي ثانيا ان احدد انا انتقد ماذا اذا بدي احكي مثلا حركات تحرر بالبلد او بالمنطقه شو اللي مش عاجبك فيك يكون عندك انت قضيه مش عاجبيتك الناس مش معصومين البشر الافراد يخطئون ويخطئون ويصيبون الجماعات والاحزاب كلها تخطئ وتصيب طيب أنا قد أحيانا أجد أمامي موقف سياسي ما عاجبني أحدد بالضبط ما الذي لا يعجبني وما الذي أريد أن أنتقده حتى أحدد بعد ذلك أين سأنتقد وكيف سأوجه نقدي فرق بين أون ساعتها أنه هذا الموقف السياسي أنا ما عاجبني بس في مواقف أخرى أنا عجبتني هذا الموقف الاجتماعي انا ما عجبني التصريح الفلاني جزء منه منيح وجزء منه ما عجبني في الواحد يختلف ويعبر لكن يعبر عن ماذا يحدد نوع المشكله للاسف احيانا بالتربيه نحن نخلط بين الامور ولما ما بيعجبنا شيء بصير سهل ان اصبح لدي مشكله مع كل كل هذه كل هذا الشخص كل هذه الجهة بدك إياه معصوم أو يعني إما كله أو لا هلا الإنسان هو نفسه مش معصوم بالنهاية يتصرف مع الناس بهذه الطريقة بكل أحوال لابد من تحديد المشكلة بالضبط الأمر الثالث الذي يعيننا لكي يكون النقد نقداً موضوعياً وقبل أن أبدأ عملية النقد أحدد بالضبط ما هو الدليل ما هو المستند لهذه المشكلة أنا حددت المشكلة فلان قال قول ما عجبني فلان بواقع اجتماعي معين ما عجبني فلان بتعاطي مع زوجته مثلاً وزوجته تعنيني أو هو يعني مثلاً قام بسلوك سيء وهكذا حددت المشكلة جيد شو المستند الذي بين يديك؟ ما هو الدليل الذي بين يديك بحيث لو سالك الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامه على اي اساس انت انتقدت فلان؟ تقول انا في مشكله حصلت. ما هو دليلك الذي يؤكد لك انه قال كذا؟ قال هذه الكلمه عنك مثلا او عن احد ممن تحب. والله سمعت انا قالوا لي كثير من الاحيان ننتقد لانه قيل لنا كثير من الاحيان ايضا ننتقد لاننا كذلك اشيع بان فلانه مثلا هتكت شرفها او او ربما انحرفت كل اهل الضيعه عم يحكوا هيك او كل الاعلام عم يحكي هيك هلا احيانا كثير ما بنعلق نحن على وسائل التواصل الاجتماعي من وين جبنا الموضوع؟ لقينا انه في ترند بلبنان ماشي انه والله في فلان الفلاني قال كذا وقام بشيروا له القضية ومشينا طب ما كل العالم عم تغرد فيها ما هو اللي بلش الترند يمكن ذباب الكتروني وصار ترند الموضوع ومشيت العالم وصارت تغرد وتكتب على ذلك واصبح كل الناس يتحدثون بذلك حتى اذا بدك صوتك يوصل بدك تستخدم ذلك عندئذ ما لعبه الذكاء الاصطناعي اليوم أصبحت معروفة بالتالي نحن ما هو المستند الذي بين يديك بقول والله هذه كل العالم تحكي على وسائل التواصل الاجتماعي فوت شوف كل العالم بيطلع اخر شيء بعض القضايا بيروحوا بيغوصوا فيها المعنيين بالجوانب الرقميه بيوصلوا لمرحله شو بيلاقوا؟ انه القائل المصدر واحد فجاه كل وكالات الاعلام مشي حالها لانه هاي وكالات الاعلام يستهويها اليوم حتى فبركة الأحداث كل حدث بيعمل له مش... نسبة مشاهدين عالي بيستهويها فما عندها مشكلة لا تدقق كثيرا أو, مق... أو ربما بعض وسائل الإعلام أيضا ممولة من نفس الجهة اللي أطلقت شيء ما بيجي أنا أنتقد أيضا مع المنتقدين وبعدين بتبين لي أن الموضوع مش هيك إذا المستند لأن فلان فعل ذلك أو فلانة فعلت ذلك بدي شو؟ بدي إله بدي احتاج إلى مستند بين يديه دليل برهان وهذا الله سألنا عليه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيضا أنا أحيانا بحكم على نوايا بقول هذا فلان جاي يهدم المجتمع على ما فيه هذا فلان جاي يفسد في الأرض هذا فلان يريد أن يبدل دين الناس يريد أن يبعد الناس عن التقوى مثلا بعض رجال الدين كان هيك ينتقدون هو قال هيك هل هو فعلا من اظهر هذا النوع ولو بطريقه غير مباشره والله لا انا فهمت هيك هو اعلن عن نيته حكى بمجلس جانبي في مؤشرات وادله ما في قدامي اي احتمال اخر الا ذلك هذا دليل لكن مرات انا بفهم هيك احنا دائما بنقول في بعض الناس بيحكوا كلام دغري مباشره بنروح بننتقدهم هو نحن فعليا عم ننتقدهم ولا عم ننتقد ما فهمناه منهم؟ في فرق بين الامرين. في بعض المفكرين بيقول في ناس كتبوا كتب ضدي وهم يحسبون انهم انتقدوني وهم في الحقيقه انتقدوا الافكار التي نسبت الي ولم ينتقدوا افكاري. ليه؟ لانه هن فهموا شيء او نقل لهم شيء او اشيع عن ذلك الشخص فكره معينه اخذوها وردوا عليها. هلا بعض للاسف احيانا بتسمع بعض الناس بيقول فلان بيقول كذا بالقضيه العقائديه الفلانيه او القضيه التاريخيه الفلانيه بتروح للفلان بتجيب كتب وما في شيء اصبحنا ننتقد افكارا ننسبها الى اشخاص بالحقيقة اذا رجعنا الى المستند من كتاب من تسجيل من شيء ما في هذا الله سالنا عنه يوم القيامه وبالتالي بالنتيجه انا كخطوة ثالثة احتاج إلى مش بس أنا أحدد شو المشكلة، حدد أنا منين وصلتني هاي المشكلة، ما هو المستند الذي يؤكد لي أن فلان قال ما قال أو فعل ما فعل، وأنه والله ليس هناك أي احتمال آخر أنا ممكن أحطه لقوم، احمل أخاك على سبعين محمل حسن هذه أصلا ما من ما منقرب صوبة مع أنه هاي تقينا أحيانا كثير من الأحيان منقول يا أخي محتمل عنده كلام على الأقل أنا بضلني متوازن شوي، باخذ حذري ما بستعجل هاي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة مهم جدا للإنسان أن يطرح البديل ولو على نفسه افترض واحد الآن كمثال واحد عم يأكل ميتة لقيته عم يأكل لحم ميتة وهذا الإنسان فعليا إذا حطيت نفسه نفسك بظروفه يمكن تعمل ما عمل هو نفس الشيء لأنه هو ما ملاقي شيء ويشرف على الهلاك وما عنده امكانيه الا ان ينقذ نفسه بهذه الطريقه لو انت في نفس هذه الظروف شو كنت عملت انسان سكت عن منكر ما يفعله المجتمع انسان ربما لم يصرح تجاه تصريح معين ما رد عليه شو منقول فلان ابلان مين قال لك فلان ابلان حط حالك محله وشوف قد يكون فلان ما حكي لانه والله يمكن المسدس مصوب على راسه قد يكون ما حكي لانه في ظروف موضوعيه تقتضي انه اذا تكلم فانه سيقع في مشكله اكبر واعوص ويا محلى السكوت عندئذ لكن كثير من الاحيان نحن في كثير من الاحيان ننتقد الاخرين من دون ان نفكر حتى في داخل انفسنا شو البديل الذي نطرحه لذلك يعني هو قال هذه الكلمه وهو غضبان او هو قال هذه الكلمه ضمن ظروف معينه قيل له فلان رد ام رد الفعل هو وغضب انت لو غضبت ماذا تقول؟ امكانيه الخطا عند اذن بالنسبه لي لما بشوف انا انه لو كنت مكانه ربما قلت ما قال او اكثر مما قال على الاقل انا مش ضروري اعذره ما عم برر الخطا هنا لكن عندما اريد ان انتقد مهم جدا ان اطرح على نفسي البديل ليش لانه البديل اذا طرحته بيعطيك تقييم ادق للفعل اللي بدك تنتقد الاخر عليه بتشوف ساعتها منطلقاته عن جد اذا عم تنتقد فساد معين هل هو فعلا مع الفاسدين او لا ظروفه ما منعته من ان يتحدث بالطريقه انت قاعد على البرد المستريح قاعد على تحت المكيف بالصيف وحد الدفاية بالشتاء صوبة وعم تقول والله انه انا لو قال فلان لازم يعمل كذا وكذا ويقلب الميمنة على الميسرة والبلد كله بيمشي حاله حط حالك محله الموضوع مش هيك في مثل بيقول روما من فوق مش مثل روما من تحت لما بحكي انا وقاعد على البرد المستريح ما عندي اي مسؤوليات اي تبعات ما عارف ايضا شو الظروف المحيطه فيه غير أنا لما اكون بموقع القرار وموقع السلطه مثلا لما بيكون الواحد عم يحكي عن مشاكل زوجيه لا بلا ما نروح على السياسه نرجع شوي نخرج من السياسه عن مشاكل زوجيه بين اثنين شو بقول كيف فلان بيعمل هيك وكيف فلان بتقل له لفلان هيك وكيف طيب خلينا نروح شوي للظروف لانه اذا شفناها يمكن لا انه هذا الأمر مفهوم قد لا يكون مقبولا في فرق مش ضروري انه انا لما عم احط بديل معناتها انا عم بقبل هذا السلوك يمكن ضلني انتقده لكن على الأقل انا بكون أعطيت هامش لحتى أكون دقيق بتشخيصي انه هذا الأمر ضمن هاي الظروف مش ما حيطلع أكثر من هيك لأنه كان في عملية ضغط وضغط مقابل وصار الإنسان فقد السيطرة على أعصابه فتحدث بما تحدث زوج سب زوجته والزوجة ربما سبت أهل الزوج فاتت الأمور ببعض البعض ليش؟ نتيجة ضغط هلا لما بدي انتقد انا وين بنتقد ساعتها إذن؟ هاي النتيجة بروح لوين؟ بحكي بالاسباب بقول ما توصلوا حالكم الى ان تصبح ظروفكم وين؟ تصبح ظروفكم بشكل انه ما تقدروا تمسكوا اعصابكم بالنهايه وكل واحد يطلع كلام ما يكون واعي لما يتكلم به. بحكي بالاسباب فاذا حتى طريقه نقدي بعدين تتاثر فيما لو فكرت انا شو شو اللي ممكن ينعمل؟ شو اللي ممكن كان يكون؟ لانه مش دائما انا بفترض بدي انتقد فلان وانا بفترض انه والله انا لما انتقدته انا بطلع معي انه خلص هيك بيمشي الحال. فأنا بعتبر حالي أديت قسط العلا وكثير من الأحيان بوسائل التواصل الاجتماعي بموضوع المشاكل الأسرية بموضوع المشاكل الاجتماعية بموضوع المشاكل السياسية ننتقد ولا نفكر أصلا لو كنا مكان هؤلاء ماذا كنا سنصنع في واحد من المراجع بيقول كنا ننتقد كثير مراجع من قبلنا فلما أصبحنا إلى ما أصبحوا أو صرنا إلى ما صاروا إليه يعني صار مرجع فعلنا أكثر مما كانوا يفعلون ووجدنا أنفسنا معذورين. أحياناً الأمور من برا بتبين شيء ومن جوا بس تكون بالموقع بتبين شيء آخر. ووجد نفسه معذوراً. مهم جداً نفكر أيضاً بالبديل. من جملة الخطوات هو أن نختبر النقد مع العاطفة. في واحد يوم من الأيام جابوا له فتوى وقالوا له فلان يفتي بكذا وكذا وكذا. فبدأ يكيل الكلام يمينا ويسارا بشكل سلبي. بعد ما انتهى وعبر بكل تعبيراته السلبيه قيل له عفوا مش فلان الذي قال افتى بهذه الفتوى وانما فلان الاخر. طبعا هو يحب فلان الثاني ويبغض فلان الاول. السؤال بنطرحه على نفسنا بدنا ننتقد جيد. لو كان الذي يفعل هذا شخص أحبه وليس شخص أبغضه كان نقدي نفس الشيء أو لا يعني هل يتأثر نقدي بالحب والبغض والله لا لأنه إذا كان نقدي يتأثر بالحب والبغض فعند إذن أنا نقدي بيكون موضوعي والله بيكون ذاتي ما بيكون موضوعي هاي واحدة من أهم الخطوات وكثيرا ما يقع الناس ولذلك بتشوف كما يقول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة لما أنا بكون راضي عن فلان شو ما يكون عنده عيوب أنا لا أراها وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية إذا أنا غضبان على فلان كل شيء أنا أطلع له إياه ما بشوف فيه إلا الأمور السلبية وهذا كثيراً ما نقع فيه ولذلك بالنقد اللي بتوجهه أتباع المذاهب للمذاهب الأخرى لو لقيت أنت أنه في من في مذهبك من يقول بما يقول به الآخرون لا تشحط فريم مثل ما نقول. نوقف شوي نتأمل بالأحزاب نفس الشيء لما بيكون اللي عم يحكي هذا الحكي من حزبي شيء ولما بيكون عم يحكي من حزب التانيين شيء آخر من حزب التانيين ما بخليه ولا إذا من حزبي لا يمكن مين قال لكم فلان عمل هيك؟ مين قال هيك؟ نبلش نطرح كل الأسئلة اللي طرحناها بالبداية. إذا لابد أن أحدد نقد مع العاطفة. هل فعليا يتأثر أو لا يتأثر؟ حتى أتأكد أنا بعدنا هلا ما انتقدنا. نقد موضوعي أو لا؟ الخطوة السادسة أن ننتبه لاختصاصنا. كثير من الأحيان خصوصا اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي بيتحدث الانسان اصبح ينتقد فيما يختص به وفيما لا يختص به خصوصا بالامور السياسيه والدين يا اخي في امور جدا معقده بالسياسه في امور جدا معقده مرتبطه بتاريخ وجغرافيا ومرتبطه باقتصاد ومرتبطه بشيء حالي وشيء داخلي وشيء خارجي وامور مربوطه ببعضها وانا ما بقرا جريده اصلا يعني اسمع لي هال هالكم خبر اللي بيجوني بالاشعارات اللي انا حاططها بالموقع الفلاني او كذا بقرا خبر فلان قال هيك فلان عمل هيك بس بقرا تحليل سياسي بقرا تاريخ سياسي بقرا اقتصاد ابدا طيب في قضايا احيانا ما نفوت فيها أزمة لبنانية سببها فلان الفلاني اوكي فينا نقول بس فعليا هيك اختصاصي انا على الاقل يجب ان احدد طبيعه الاختصاص طبعا انا بدي احكي هون نقطه في اتجاهين بموضوع الاختصاص في اتجاه بيقول لك انت مش اهل اختصاص لا يحق لك ان تعبر عن شيء ما بحق لك تحكي شيء بس تقبل وانتهى الموضوع خصوصا بامور الدين تسال سؤال ما في ليش انت دارس تقول له لا اذا تسكت بس تسمع لانك لا تفقه طبعا في هذا الاتجاه وهذا امر مش صحيح والنبي صلى الله عليه واله أئمة أهل البيت عليهم السلام ما تعاملوا بهالطريقة مع الناس. وفي اتجاه هلأ رايح بالاتجاه الآخر بالتفريط كما يقال. وبالتالي شو بيقول لك؟ فيك تعبر أنت تنتقد ما شئت. فتوى مش عاجبيتك انتقدها ورفضها طيب مختص أو لا أنت عارف كيف طلعها العالم الفلاني؟ الموقف الفلاني فيك تنتقده إلى أبعد حدود حتى لو أنت مش على اختصاص. في موقف وسط بين الأمرين. بيقول هذا الموقف الوسط إن ذا مش أهل اختصاص لك أن تحاور. يعني تسأل ويجاوبك وترجع تسأل وتستفهم وتشوف لتفهم بعد ذلك قد تكون رأيا معينا. تسمع لواحد تحاوره وتسمع للثاني وهكذا نوع من الحوار على الأقل. فإذا مش أنا إذا مش أهل اختصاص مش معناتها أنه أنا أسكت كلية كما يقمع بعض الناس أسئلة بعض الناس اللي بالمواقع الدينية وغير الدينية بيقمعوا أسئلة الناس لا مش صحيح الإمام علي بيقول لا تكفوا عن مشورة بحق أو مقالة بعدل هو الإمام علي عم بيقوله للناس وهو الإمام علي فما بالك بمن هو دونه ولا أصلا إذا أنا مش اختصاصي أنا بروح إلى بعتبر بصير أنا والله أنه صرت أنا يعني مستعد اني بعد شوي افتي الناس هذا امر غير صحيح الوسط هو انه الانسان شوي يكون متوازن بهذا الامر قبل ان يبدا عمليه النقد الامر السابع وما قبل الاخير ان يقتصر الانسان على موضع النقد ما هو يعني اذا فكره فلان قال غلط بحكي انه فلان قال هاي الفكره غلط وغلط لانه واحد اثنان ثلاثه وبعطي رايي بالموضوع يمكن اعطي البديل سلوكه غلط ما بيصير عندي فلان غلط كليته طبعا في آية بالموضوع السابق ها أنتم هؤلاء حججتم فيما لكم به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم إذا أحدد بالضبط موضع النقد وأقتصر عليه آخر شيء خلصت كل هول هلا يمكن يكون في غيرهم بس على الأقل هالقد يتسع المقام نختار عندئذ بعد أن ننتهي حددنا النوايا حددنا المشكلة حددنا المستندات وجمعنا حول المعلومات وتأكدنا أنه فلان قال وفلان فعل ونوايانا صافية مش قصدنا نحن بس فلان يعني معتبرينه فحم سوداء ونريد فقط أن ننتقد لننتقد ولا أن نتشفى ولا 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 حددنا كل ذلك أيضا اختبرنا عاطفتنا وأيضا حددنا اقتصرنا على موضوع المشكلة عند إذن أعبر طبعا بالتعبير عند ما شاء الله من الأمور بالتعبير طبعا ممكن أنا يكون نقد فكرة عندي طيب عال إذا نقد الفكرة أنا شو البديل اللي بدي أطرحه إذا عندي أنا بدي أصلح شو خطة العمل مش ضروري تعمل خطة عمل بس على الأقل واحد يقول أنه ممكن ينعمل شيء ما أنا فكرت بالبديل وهون ليش بيكون أهل الخبرة بيكون أفضل أن من ينتقد هو من يكون من أهل الخبرة مش كل واحد بيعبر والله عملوا هيك وسووا هيك، مين قال لك اذا عملنا هيك بيمشي الحال؟ والله انزال هلا انت بسلاحك على الشارع وخلي الفاسدين وحطهم بالحبس. وممكن واحد مفكر فيها هيك بنحل الازمه صح؟ لكن هل فعلا يمكن ان يحصل ذلك من دون نتائج يا محلى الوضع الحالي بالنسبه إلى يمكن، يمكن لا. اذا واحد عم مش اهل اختصاص وعم يتعلم ما بنتقد أنا، وهون نقطة أنا ما بكون عم بنتقد أنا بكون عم بسأل، يعني وظيفة الحقيقية هي أن أسأل أن أحاور وليس أن أنتقد. لانتقد لا بدي يكون أهل خبرة، إذا مش أهل خبرة صعب أن أنتقد، لأنه يعني بدي أقدم آخر شيء تفنيد لكل السلبيات والإيجابيات ونقاط الضعف ونقاط القوة ويمكن بعدين بدي أطرح بديل عن الموضوع، إذا ما عندي هذا الاختصاص كيف بدي أنا أقدم كل ذلك؟ أيضاً بيجي لهون المفردات الله كيف أردنا أن نتخاطب بدي انتقد كيف بنتقد قل لعبادي يقولوا التي ليت... هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم شوف هلأ شو بيصير على وسائل التواصل الاجتماعي بتهوج العالم على تعبير على كلمة من هون وكلمة من هون طيب قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن طيب بعد بدك تنتقد انتقد بس من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعظه علانية فقد شانه قبل ما تروح على وسائل التواصل وتشهر بفلان وفلانة حاولت تبعث له على الخاص والله انا سمعت عنك واحد اثنين ثلاثه ما عجبني هذا الشيء حسيت انه كذا شيء له على الخاص من وعظ اخاه سرا هولي يعني الادبيات الاسلاميه اللي بالقران ومن النبي صلى الله عليه واله من اهل البيت عليهم السلام من السلف الصالح كلهم سوا هولي شو؟ لاجل شو مش لاجل نطبقهم؟ خصوصا الان هذه الايام وأنا أهم شيء الإمام علي عليه السلام عنده كلمة رائعة بقول ما تسب لا تسبوا يعني إني أكره لكم أن تكونوا سبابين لكن شو بقول لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم وصف الفعل قول كلمتك ما عجبتني مش أنت واحد ما بتفهم فكرتك ناقصة فكرتك لا دليل عليها النظرية اللي عم تقدمها هاي نظرية أصبحت بائدة والأدلة عليها ناقشها العلماء هيك الحكي بيكون حكي دقيق وموضوعي بينما إذا فكرته ناقصة فيك تقول له أنت فلان أصلا يعني حتى الجاهل لا يفكر بهذه الطريقة في فرق بين الأمرين هاي شو بيعمل؟ هاي عم تروح له بالشخص تصف شخصة وتقتنعته بالجاهل والجاهل بينما إذا وصفت الفعل شو عندك مشكلة؟ لأنه البديل عن الشخص شو بيصير؟ شخص آخر بينما البديل عن الفعل فعل آخر يعني يغير السلوك بيمشي الحال وبالتالي هون التعابير التي نختارها بالخلاصة لدينا سبع خطوات قبل أن ننتقد خلينا نتفكر فيهم أولا أن نطهر النوايا ما يكون نحن غرضنا بس لنتشفى أو غرضنا بس لنسجل نقطة أو غرضنا بس لحتى ننفس عن أحقاد وعداوات وبغضاء لأنه هذا بيوقعنا بشو؟ بأن نتقول ونقبل ربما ما لم يقل وانا بكون وقعت في مشكله اخرى لاني عندئذ حكمت عليه بحكم وصدقت عنه اشياء وما قالها وانا عم فيها وخصوصا اذا عم فيها بالعام بكون انا عم مارس تشهير عندئذ تطهير النوايا اولا، اثنين ان احدد المشكله التي لا تعجبني واريد ان انتقدها فكره، سلوك، عمل معين، علاقه معينه بحددها بالضبط وفلان لا تختصره عند إذن هاي القضية هاي القضية سلبية يمكن فلان كثير إيجابيات عنده أيضا الخطوة الثالثة أن أتأكد من تفكيري الصحيح وهون بدي مستندات هذا اللي بيأكد لي أنه أنا اللي فكرت فيه صحيح ما قيل قد قيل وهذا الدليل هاي بالصحيفة الفلانية التي لا تكذب ولا تفبرك أو بأكثر من صحيفة نقلين أو بأكثر من مصدر نقلين الخبر بحيث أصبح الإنسان مطمئن أنه فلان قال ما قال، لأنه أحيانا بيوقف الموضوع على كلمة. من الخطوات أيضا أن نختبر نقدي مع عاطفتي، بروح يمين وبروح شمال أو لا؟ إذا مع من أحب بنتقد هيك؟ والله لا بقول لا يمكن أكيد لا، هلا بعض العلماء مثلا، فلان قال هيك، أو فلان هذا عدو المذهب أو عدو أهل البيت أو عدو الإسلام. فلان قال هيك، الإمام مثلا العالم اللي هو معترف ب ربما له تاريخ طويل العالم من القرن الاول الثالث الهجري الرابع الهجري لا اكيد لا اكيد في شيء لازم شوي انا اتانى طيب ليش يعني هون هون ليش اختلف الامر اذا الفكره غلط تقدها عند فلان وفلان اذا الفكره صح ما في مانع منها شو المانع فلان وفلان يكون فكره عندهم صح من تحب من تبغض هون انا بكون عم بتاكد من دوافعي عند اذن ان انتبه لاختصاصي وأن أقتصر على موضع النقد فلا أزيد ولا أبالغ ولا أعمم الشخص لأعتبره عبارة عن الكلمة التي قالها والسلوك في ناس يحكم عليهم بالإعدام لمجرد أنه أخطأ خطأ واحد هذا مش صحيح هذا خلاف ما يرضي الله عز وجل الله بيقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا أقرب أعداءك البغضاء اللي أنت بينك وبينهم لا تدفعك إلى عدم التقوى وعدم العدالة معه لا اعدل والأمر الأخير هو أن نتخير الأساليب والأدوات من خلال كل الأدبيات اللي الله سبحانه وتعالى سطرها في كتابه وعلمنا إياها وطبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار والحمد لله رب العالمين